فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يوجد مسجد في مستشفى، وقد طلب المرضى من الإمام الراتب أن يدعو لهم في قنوت النوازل، فهل يجوز له أن يدعو لهم ويخصهم بالدعاء؟ لا، هذه ما هي بنوازل، مرضى، المرض كثير بالناس ولا هي بنوازل. النوازل التي تحدث بالمسلمين من العدو أو من الوباء أو غير الطاعون، هذه النوازل. أما المرض هذا الشيء عادي. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.